الخبر اولي عدنا عن بيسان تيكت والفيديو اللي نزلته بالحمام. فبالمختصر نزلت هذا الفيديو يا حباب على التيك توك، جات من داخل الحمام والله يكرمكم قاعده على المرحاض. هذا خلى اغلب المتابعين انهم يستغربون ويتهجمون عليها مثل ما شايفين بالكومنتات، انه خلصوا الاماكن عم متصورين بهذا المكان. ما ادري صراحه مثل ما شفت المقطع اكتبوا بالكومنتات استحقت تهجم تعرضت له او لا. على سر التهجم، في أميرة الحسين هم تعرضت للتهجم يا حبايب بعد ما نزلت هذه الصورة اللي كانت واضحة لبعض المتابعين ان هي مسوية فوتوشوب. فمثل ما شافوا بالكومنتات صار يتهجمون عليها، وان بعد محمد كريم متركها هي صارت ايش تسوي. ما ادري صراحة من بالكومنتات هل استحق التهجم او لا. وبالختام، على سيرة التهجمات، في نور ستار هم يتهجموا عليها متابعين بعد ما نزلت هذه الصورة الغريبة. كانت بوضعية غريبة، وبنفس الوقت لو تسوي زوم راح تشوف ان ملابسها الداخلية شوية مبينة. ما ادري صراحة اغلب المتابعين صار يقولها انه خلصوا الوضعيات، صراحة وياهم حق. ما ادري صراحة من بالكومنتات هل تشوفون استحق التهجم تعرضت له او لا. ننتقل حاليا لياسو يا حبايب ومصطفى ريدر، وهل يا ترى هم رجعوا لبعض؟ في القصة اللي صارت يا حبايب انه ثاتهم بنفس اللحظة نزلوا هذا الستوري من داخل السينما دي يتفرجون نفس الفيلم، فان شاء الله يا رب يكونوا رجعوا. واكتبوا لنا بالكومنتات هل راح تفرحون او تزعلون بهذا الشيء. ننتقل حاليا لقمر الطاي يا حبايب، والبث المباشر اللي كانت فاتحته ويا شخص اسمه مشاري بهذا البث المباشر، كان هو دلائل الحب اللي صار بيناتهم، انه هي تحاول تتعرف عليه وهو يتحاول يتعرف عليها ويسالها اذا انت تحبين او لا. وبعد ما راح مشاري يا حبايب هي صارت تتهجم على المتابعين اللي كتبوا له انه لا تحتك بيها انه هي حبيبه نورمار. راح اعطيكم اللقطه يا حبايب شوفوها واكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون قمر عجبت او لا. عندك حبيب؟ لا ما عندي. لا تقرب لها. انت كتبوا لك لا تقربها وانا كتبوا لي لا أقرب. يا اخي ما حد متقرب يا والله ايش علينا منهم يا جعلني. انت الحين تبيني والله انا كتبوا لي مشاري بيك، انت كتبوا لك قمر تبيك، هيك التعليقات عندي كلها. يعني كيف في واحد رابطنا؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. عادي اذكر اسم ولا دخل سلطان جوله واحده بس يفرح طلب لو تكملت حسابه جولة واحدة. هذا حسابها بشيء من عيون. عم يكتبوا لي انك انت مرتبط بوحدة بس ما راح اقول الاسم فما بعرف. لا والله ما لا لا معلك معلك من انا ودي ارتبط. لا انا يمكن ارتبط الان يعني سنجل توني. حلو لا تحتكين. شوف والله دخلوا لي متابعينك يقول لا تحتكين. يا انا ما محتكة والله ما محتكة رجاء. فزعة كفو. واللي يروح يكتب لغير اللي يجون من البث مات يروحون يكتبوا لا تحتك بيها حبيبة مدري منو. بالبطل بالبطل بالبطل. أنا حبيبة نفسي، أنا حبيبة أمي صح أمي؟ أمي تقول لي أنا يعرف أكو بيكم هذول، هذا أكو ناس يفوتون يروحون يكتبون قمر مدري منو. لا آخ راسي تشوفوا تراسي وجعني والله. اللي يحكي حكي بلا طعمة يبلعب لك. اكو ناس بدت على المياعة هاي ما الحب وما حب اسولهم لك والله. خلاصي بس على كيف تشوكي انا اسف. ننتقل حاليا لقمر الطاي ونور ماريا حبايب. وقمر الطاي الشيء الغريب اللي سوته وهو وضعها اللايك التصميم حب إلها والقمر النور ماريا حبايب. هذا التصميم اللي هو كل شيء الا الفراغ، مثل ما شايفين تصميم حب واضح الا والنور مار، وهي حطت له لايك بدل يطلع قدامكم يا حبايب. فما ادري صراحه اكتبوا بالكومنتات هتوقعون القمر مشتاق النور او لا. وعلى سيرة نور وقمر طي حبايب، فبهذا المقطع اللي نزله غيث مروان الغريب نوعا ما نقدر نقول. فبالمختصر يا حبايب القصه انه غيث مروان اخذ التليفون مع قمر طي ودي يفتش بالواتساب، وكان يريد يدخل على محادثه نور مار ولكنها تقول له لا انا منطته بلوك اصلا يعني المحادثه ممزوحه يعني احد دور على الفاضي. وطبعا واضح مقصدها 100% نور مار، فلا حد يجي يقول لي لا قصتها مو نور مار. نشوف شوف شات اوكي مين عم تكتب؟ عم كذابه والله العظيم والله 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 ما راح تسال التات ما في تشات يا الله يعني ما في تشات الحمد لله ما في تشات. انا بتشوف بدك تكفى انا مرض يوتيوبرز كله في واحد طلع معها بالفيديو ضعف زي بس اساس بيت اللي فرق بيني وبينك اسمع شو والله تعال شيء عليها مالك.
كيف شيء عملت سكرين شوت؟ لا امان فوت اسمع سوي بصلا حبوب نصت مقطع في نقطة بلايكات شركوا في هذين القتل مثل القصص احبكم وبس مع السلامة.